ازاي نحدد، بسم الله الرحمن الرحيم، ازاي اماكن غرفة الكهرباء لو عندي مبنى كبير جوه مشروع، عندي مبنى كبير كده، مبنى كبير وعايز جوه المبنى الكبير دوت، عايز اعرف انا محتاج احط لوحات كهرباء اللي هي البانل بورد بتاعتي اللي بتدي الانارة برايز. يعني المشروع عندي بيبقى فيه انارة، تمام، دواير انارة، وعندي فيه دواير برايز. طبعا كل ده بيبقى في بلان، والبرايز بتبقى في بلان بس انا رسمهم هنا للتوضيح. وعندي فيه دواير برايز، وليكن ديت مثلا غرفة كده، دي غرفة اهي فيها برايز، وادي كمان مكان فيه برايز تاني اهو، وده مكان فيه إنارة، وهكذا. ده بلان مثلا، ده مخطط، مخطط إنارة أو برايز. عايزين بقى نقول دلوقتي ان انا احط اوضه كهربا فين. احط اوضه الكهربا هنا، احط واحده بس هنا، يبقى هنا في لوحه اناره ولوحه برايز، و ده يخدم ده وهكذا، والباور يخدم البرايز وهكذا، والإنارة تخدم الإنارة. ولا السيناريو دوت لأ، وأحط لوحتين بدل لوح أهو. إمتى أقول إن أنا محتاج لوحة هنا تخدم إن أنا أعمل زونتين، وعايز غرفة فيها لوحات، غرفة أو دولاب. الدولاب يبقى موجود في الطرقة، غرفة يبقى فيها لوحة لللايتنج ولوحة للباور تخدم ايه، اللايتنج يخدم اللايتنج والباور تخدم الباور في زونة، زون ايه مثلا، وديت تبقى زون بي. دي زون ايه وزون بي. يبقى وهنا برضو في غرفة او كابنت او دولاب، هيبقى في لوحة لللايتنج ولوحة للباور. ان انا اقسم زونتين او اعمل زون واحدة، ان انا اعمل زون واحدة فيها اوضة كهرباء، او زونتين كل واحدة فيها اوضة كهرباء، طبعا اهو الباور هيروح للباور واللايتنج، واللايتنج هيروح للايه، لللايتنج. ان انا اشتغل في زونه كده او اشتغل في زونتين، ده يرجع لايه، يرجع لموضوع الفولتج دروب، يرجع للفولتج دروب ما بين اللوحه وما بين وما بين الاوتلت. بس الفولتج دروب بتاعي ما بيبقاش ليه او الاوتلت. يعني انا دي لوحة بتاعت انارة، بالمناسبة ان انا ممكن في بعض الاحيان بيبقى دوائر الانارة والبرايز قليلين جدا. احنا عارفين ان اقصى لغاية دلوقتي اقصى عدد من البرانشز للوحة البانل بورد الستاندرد كام، اقصى حاجة 42، ده الستاندرد. بعد كده بقى الستين دوت بيبقى سبيشال اوردر او سبيشال ايه مانيفاكتشرنج. فهنا الفولتج دروب بتاعي هيبقى من اول اللوحه لحد ايه، من اول اللوحه لحد اخر اوتلت اللي هو فارسست اوتلت. المفروض فقد الجهد هنا زائد هنا زائد هنا زائد هنا، نعملها بلون تاني كده مختلف. فقد الجهد هنا زائد هنا زائد هنا زائد هنا
زائد هنا زائد هنا ده فرصه اوتلت. المفروض ان الفولتج دروب هنا على السلك هنا والسلك هنا والسلك هنا وانا ماشي كده، ده مش هيبقى فارست اوتلت. فارست اوتلت اللي هو ده الفارست اوتلت. هيبقى المفروض لحد هنا لحد هنا لحد هنا عشان يشغل فارست اوتلت يبقى عامل كام في المية؟ يبقى عامل 3%، يبقى عامل 3%. تمام. طيب بالنسبة للبرايز، لو بتكلم مثلا على لوحة البرايز ديت مثلا، يبقى الفولتج دروب هنا زائد هنا زائد هنا، ده مش فارسس الاوتلت. فين فارسس الاوتلت؟ في الدالة ديت. فارسس الاوتلت اللي هو هيبقى ده، يعني دول كده، هو جه هنا وعمل برانشنج يمين وشمال. اليمين ده دوت مش فارسس الاوتلت، لكن ده فارسس الاوتلت. ليه؟ لان 1 2 3 وده 1 2. فالمفروض فائدة الجهد هنا زائد فائدة الجهد هنا زائد فائدة الجهد هنا لحد البريزة دي يديني كام؟ يديني برضو 3%. طيب احنا عندنا بالنسبة لدوائر الإنارة ودوائر البرايز، بيبقى عندي مثبتين البرايز بكام؟ ب4 ملي، اللي هم 3 × 4 ملي، اللي هم دول فاز ونيوترال وإرث. وبالنسبة لدوائر الإنارة بنبقى مثبتين دوت 2.5 ملي، اللي هم 3 × 2.5 ملي، اللي هم فاز ونيوترال وإرث، اللي هم سيستم التقريض TNS، اللي هم 3 واير للسنجل فيز و5 واير للثري فيز. الثري واير قلنا عليهم فاز ونيوترال وإرث. برضه عشان ما حدش يتوه مني، انا هنا هعمل ايه؟ هوضح برضو ان دوت ده، دي غرفة فيها انارة، ودي غرفة فيها برايز، ودي غرفة فيها برايز، ودي غرفة فيها انارة. وزي ما قلنا طبعا هنا في غرف كتير، بقى الزونة دي كبيرة، بس انا عامل اختصار يعني عشان اوضح. طبعا هنا في زي ما قلنا برضو ان الانارة بتبان في لوحة والبرايز بتبان في لوحة. تمام. طيب قلنا هنا الثري واير اللي هم فاز 3 فاز ونيوترال وارث. وزي ما قلنا ان ممكن لوحة كاملة بانل سكادول هشيل دواير انارة ومعاها دوائر ايه؟ سوكت. البروفة دي انا بعملها على ايه؟ بعملها مخصوص تحديد الغرف. اللي بيعمل كنترول على اماكن الغرف هو دوائر الانارة والبرايز، اللي هي الدوائر اللي هي مالتي اوتلت، اللي هي الدوائر المالتي اوتلت. لكن بالنسبة للحاجات التانية، الدوائر السنجل اوتلت زي مثلا مخرج الوتر هيتر، مثلا مخرج الوتر هيتر، خلاص ده بحدد ايه السايز بتاعه على حسب مقاس الووتر هيتر. ممكن يكون 3 × 4 ملي، وممكن يكون 3 × 6 ملي. تمام. وفي احيانا بيبقى في ووتر هيتر بتبقى 3 فيز مثلا، ممكن تبقى 5 × 6 ملي. لكن اللي انا عايز اركز معاه هنا هو الفولتج دروب على الحاجات اللي فيها مالتي اوتلت. يعني مثلا دايره الاناره ديت فارسست اوتلت، عندي بقى ايه؟ ممكن ده يبقى فارسست اوتلت، ممكن دوت يبقى فارسست اوتلت اللي هو اخر مخرج. يبقى هنا الفولتج دروب هنا عند من اللوحه ديت لحد اخر كشاف، اللي هو الفولتج دروب هنا زائد هنا زائد هنا، يديني كام؟ 3%. طيب انا تسهيلا طبعا عشان ما بقاش فيه تعقيد في الرسم، ما بقاش فيه تعقيد في الكالكوليشن، فاحنا هنفترض ايه؟ هنفترض ان اللوحة لو هنا ودوت، ودي مجموعة من الكشافات بالمنظر ده، دي لوحة الإنارة ودوت الوايرنج بتاعي، وانا رايح كده، ودي إنارة. هفترض ان دول كلهم، ولو قلت ان المسافة دي كده كده كده، حد فرصة الاوتلت عامل مثلا 70 متر،
دي 70 متر. هفترض ان ديت عبارة عن ايه؟ ان ديت عبارة ان دوت عبارة عن حمل هو بيساوي مجموع الكشافات ديت وموجود في الاخر. ازاي هيبقى كده؟ اهو ده حمل موجود في الاخر، حمل بلون مختلف، حمل هنا اهو، حمل هنا. الحمل دوت قيمته هو ايه؟ الايه؟ اللايتنج فيكشرز صمش، يعني سي 1.5 كيلو فولت امبير اللي هو مجموع الكشافات اللي على الدايرة. وفي النهاية هعمل بروفة ان انا عايز الطول كام علشان الفولتج دروب يبقى 3% لحد الاوتلت دوت. هفترض ان هو اوتلت انديفيديوال اوتلت ده بتاع الانارة. نفس الكلام اللي بتكلم عليه هنا هعمله مع البريز، ماشي. والسلك بتاعي يبقى 2.5 ملي. و 15 سيركت بريكر 15 امبير، تمام. هنعمل البروفة دي ونكتبها كده في جدول ايه الواحدة. تعال نكتبها هنا، هنقول ان انا عندي اللايتنج دايرت اللايتنج ودايرت سوكت. هنا الكابل كام؟ الكابل هنا في اللايتنج 2.5 ملي متر مربع، بالنسبة للسوكت 4 ملي متر مربع. طبعا هنا 3 × 2.5 × 3 × 4. بعد كده هنا سيركت بريكر، السيركت بريكر هنا 15 امبير اللي في اللوحة، السيركت بريكر كام؟ 20 امبير. طيب ماكسيمم لودنج لدائرة الانارة، اقصى تحميل لدائرة الانارة كبرسنتج من القاطع الإنارة 15 × 80% هيديني 12 امبير. ماكسيمم لودنج لدائرة البرايز 100% يبقى 20 امبير، اللي هي 20 × 100% يديني 20 امبير. ليه الإنارة 80%؟ الإنارة ايه؟ كونتينيوس لود، كونتينيوس لود، فبيبقى التحميل خفيف عليها شويه، بتشتغل كتير ماشي بشكل مستمر، بتعدي اكبر من 3 ساعات زي ما قال الكود الامريكي، بيبقى التحميل عليها كتير فبنحملها ب 80%. لكن البرايز التحميل عليها خفيف فبنحملها ب 100%، تمام.